مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول باحث في الشان العراقي السيد شاهو القرداغي. اهلا بكم سيد شاهو. بدايه، في ظل تزايد الاغتيالات التي طالت النساء، اين الدوله الان واجهزتها التي ينفق عليها يعني اغلب ميزانيه الدوله ويحرم من اجلها الفقراء والنازحون؟ تحياتي وتقديري لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة من مسؤولية الحكومة هي حماية كافة المواطنين، ولكن للأسف رغم الأموال الباهظة والكثيرة التي أنفقت على هذه الأجهزة الدولة الأمنية والميليشيات، إلا أنها عاجزة عن قيام بمسؤوليتها الرئيسية. طبعا نحن رأينا أن أثناء المظاهرات قامت هذه الأجهزة الأمنية باعتقال وقتل المواطنين الذين هاجموا المقرات للأحزاب الفاسدة الموجودة، وبالتالي هذه الأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها وهي حماية المواطنين، بل تقوم بحماية الأحزاب الفاسدة وهي عاجزة عن حماية المواطنين. طب دور من إذن؟ دور من؟ من الذي يجب أن يحمي المواطنين إن كانت الأجهزة الأمنية متورطة بهذه الأفعال؟ سيدي الكريم، هذه رسالة واضحة لكل مواطن، إما أن تشكل ميليشيا وتشكل عصابة تحمي نفسك أو تخرج من العراق. لا يوجد جهة تحمي الآن العراق، وخاصة في ظل ميليشيات طائفية لديها عقيدة أيديولوجية تعارض كل شخص يخرج عن سيطرة أو عن فكر هذه الميليشيات. هذه السيدة التي تم قتلها قبل أمس وبشكل ظاهري في داخل بغداد، هذه السيدة هي قالت في رسائل خاصة بينها وبين صديقتها أن عليها تهديدات بسبب أعمالها، بسبب نشاطاتها. هذه الميليشيات تقتل كل من يحمل نشاط اقتصادي أو نشاط فكري أو يخرج عن سلطة هذه الميليشيات. نحن إذا تذكرنا في إيران انتشر ظاهرة سائل الأسيد، بعض الجماعات غير محجبات. وبالتالي نفس الظاهرة التي انتشرت في إيران ينتشر أيضا في العراق وقتل النساء، لأن إيران هي التي شرفت أو أشرفت على يعني خلي نتكلم بصراحة. إن كان الموضوع على قضية حجاب، فالملاهي ويعني عذرا بيوت الدعارة ملأت العراق الآن بسبب الأحزاب الموجودة حاليا. يعني هل النظرة الآن تؤخذ بهذا الشكل أن تطبق السياسة الإيرانية بأنه السافرات يقتلن؟ يعني هذا منطقي؟ بلا شك أن الخامنئي عندما يركز في خطاباته أنه يواجه المؤامرة الأمريكية والاستكبار الأمريكي يركز على هذه الأمور. وأيضا أنت لديك أكثر من 60 ميليشيا داخل العراق، وكل ميليشيا تحمل فكرا مختلفا عن الآخر، وطبعا كل ميليشيا هي فوق الدولة، وبالتالي لا تستطيع أن تسيطر على هؤلاء. وإذا كانت هناك ميليشيا أيديولوجية تريد أن تفرض عقليتها داخل بغداد، فأجهزة الدولة عاجزة عن منع هذه الميليشيا في فعل ذلك. طيب، وبالتالي اسمح لي سيد شاهو، إذا سمحت لي، سابقا كانت الحكومة في بغداد تتهم تنظيم الدولة بمثل هذه الجرائم. الآن الذي ينفذ هذه الجرائم هي الأجهزة الأمنية والميليشيات، وهي معروفة الآن، وهذا كلام متداول سواء من ناشطين، من سياسيين، وحتى من العراقيين أنفسهم. الآن الدولة ستتهم من؟ من هي الجهة التي ستوجه لها أصابع الاتهام في ظل انتهاء تنظيم الدولة كما تقول السلطة، والطرف الوحيد حامل السلاح الموجود هي الميليشيات والقوات الأمنية؟ بلا شك التهمة جاهزة، والسلطات فورا تتهم أن هذه القضية قضية اجتماعية، وطليق الشخص طليقها هو الذي قتل هذه الناشطات، وبالتالي لدينا جماعة طلقاء أهل الحق، يمكن يعني هذه مجموعة جديدة ممكن أن يكون هناك ويقتلون الناس، حتى لو كانت جرائم اجتماعية، في من واجب الدولة أن تحمي المواطنين، ولكنها فعلا كما تفضلتم حتى تنسب الفشل لجماعات خارجية أو تقول أنها مشاكل اجتماعية، ولكن هذا لا تنفي المسؤولية عن الدولة. مسؤولية الدولة حماية المواطنين سواء كانوا ضد جرائم اجتماعية أو سياسية. والواضح الفوضى، السلاح والميليشيات السائبة التي موجودة في كل مكان في بغداد وفي باقي الأماكن من العراق تؤيد النظرية التي تقول أن هذه الميليشيات هي التي تقف وراء هذه الجرائم. سيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أنا أشكرك شكرا جزيلا.